مشاهدينا موضوع جديد رح نعالجه مع الدكتور ريما بيجاني. اهلا وسهلا فيك ريما. اليوم رح نحكي عن موضوع عن جد مهم. يمكن الشخص يلي بينكر الحاله او المشكله اللي هو فيها يمكن ما بيعترف انه هو مارق بمشكله. مزبوط. خلينا نبلش بدايه معك، شو يعني لما يكون الشخص بحاله دينايل او انكار؟ فوالا اللي مثل ما قلتي هي هيدي الحالة ان جنرال دينايل فيز نحن بنسميها، وفيها تكون بحيالة مرحلة بحياتنا. فينا نكون إذا معرضين لمرض خطير، فيها تكون بعلاقتنا اليومية، فيها تكون بعلاقتنا العائلية الاجتماعية بالشغل رولاسيون افكتيف علاقتنا العاطفيه. فاذا هذا السوجي كثير كبير وفينا نوجد فيه بحيالنا مرحله من حياتنا وبحيالنا موضوع، وفيها كثير اشياء بتفوت انجو، الانجر مانجمنت بتفوت انجو. اذا احنا اشتغلنا على القلق والانجر اللي عنا اياه، الغضب اللي عنا اياه. مشان هيك اليوم نقينا نحكي بهذا السوجي بس بمحنقطه معينه يلي هي انه نحن في شخص بيتعرض لمشاكل يوميه وبتلاقيه اذا بدك عم يهرب وبأي طريقة بالدينايل، يعني ما عم بيواجه، إنكار ما عم بيواجه بس كيف كأنه مش موجود المشكلة. يعني هون وقت نحكي عن هذا الموضوع هذا ضعف شخصية لأنه ما بيقدر يواجه. هون رح نحكي عن الموضوع إذا هي ضعف شخصية أو لا. نحن منقول يعني ياله صح هي لا، لأنه صراحة بالمبدأ بيكون أوقات struggling إنه هو عم بيصارع بمحل، لأنه اول شيء اذا بنفوت فيها بيعتبر حاله مش قد على هوتار، نحن بنقول مش قد الموقف تيواجهه، يعني مش قد المسؤوليه ايضا، مش قد المسؤوليه، الموقف اكبر منه بيتخطيه. مشان هيك هو شو بتفوت باللعبه؟ قدراته. انه يكون عنده ثقه بقدراته، انه هو عنده لا كاباسيتي. فاذا اول شغله نرجع منعيد، نحن اليوم نقينا هذا السوجي لا في كوتيديان، الحياه اليوميه اللي بنقطع فيها. وهذا الشخص يلي بيقول صار عنده مشكلة مع رفيقه بالشغل لتساي، بتلاقيه مش بس ما جاوب وما ناقش الموضوع وما كأنه صار. إذا بتروحي للأخطر رح نفوت بموضوع، لأنه أنا كتير بشتغل عليهم الأولاد اللي معهم كانسر بسيشيك ما بعلم، الأهل إجبار يقطع بالثري فيزز. أول وحدة الدينايل، أول وحدة بيعتبروا كأنه ابنهم مش عامل كانسر. أوكي. بتلاقيهم عم يتصرفوا بطريقه كثير يعني نحن بنسميها لا هندي، يعني انه ابدا قصدك معهم ولا حتى بينهم وبين حالهم؟ بين حالهم. أوكي. عن جد بتصير اني تاسوغون اذا بدك هيك بمحل معين، انه خلص عادي وبيروح على المستشفى وبيكونوا حدوا هيدا الشيء لانه ما عم يقدروا يستوعبوا الوضع اللي هن انحطوا فيه. هون فولا هون غير شيء انه ابنهم عامل كانسر، هذا المرض يلي كثير صعب يلي في كثير خطوره، مش عارفين وين رايحين، بيقطع بهالفاز. اوقات كثير بتطول هيدا الفاز من بعدها في انه يعمل ريفولت، من بعدها بيعمل اكسبتنس بيقبل الموضوع، وهودي الحالات بتشقلبوا. مشان هيك نحن عم نقول انه هيدي الدينايل فيز هي كلمه كبيره، يعني فينا نتعرض لها بحياتنا اليومية مثل أنا مشاكل فيها تكون بحالات خطرة، كل وحدة لها خصوصيتها. تنرجع نحكي فيه نحن اليوم، هيدا الشخص بيعتبر حاله أول شيء ليش قلنا بتفوت الأنجر مانجمنت؟ في ناس بيقولوا لي ريما ما بدي واجه، خلص ما عليك كأنه ما صار شيء لأنه أنا ما بدي أعمل مشكل. ما هي ما خص نعمل مشكل او لا، فينا نقول كارلا حبيبتي بحبك قد الدنيا بس اللي عملتيه هلا ما زعجني. اوكي. في قولها كثير منيح، انا هون شو عم بعمل كارلا؟ واثقه من حال انه قادره اقطش الموضوع ساعت اللي بدي واتحكم بالايموسيون بعواطفي وما تسحبني الانجر، ما يسحبني هيدا الغضب او هيدا الشيء. سو انا اول شيء عندي ايمان بقدراتي. اوكي. وبس يعني حتى لو انا استفزيتك قصدك 100%. وهيدا اللي بخافف منه الناس، انه في ناس بيقولوا لي ريما لك اذا بدي اقول له شيء وقال لي كلمه هلا ما بقى في اهدي حالي. مشان هيك بيروحوا، في ناس بتفوت باللعبه وبتعمل مشكل طويل عريض، وفي ناس لا بتهرب لانه خلص كومفورت زون تبعيتها، انا ما بدي اظهر منه لدرجه بصيروا بسيشيك ما عن جد مش كانه صار شيء، يعني بتصيروا انه لحظه هلا صار شيء كيف هيك؟ بتصير يعني مرور الكرام شو بيقولوا خلص عادي. مثل ما قالت كارلا كثير بتنصدمي انه هيك الموضوع كثير عادي، ودائما ريما بس يتعود الشخص انه يكون صريح ويواجه هو بيرتاح نفسيا 100%. هل ما رجع نوصل له؟ فاذا من بعد ما يكون هو ايمن بقدراته انه انا قادر افصل، مثل ما قلنا هون بتفوت الانجر مانجمنت. فاذا باول الطريق الواحد انسان بيشتغل على حاله، وهذا اللي على طول بنعمله،
لازم يعمل ايفولوشن، هو يحط حاله بالميزان. اول شيء انا شو بدي، مع مين عم بتعامل، واخر النهار شو بده يصير. اذا نقلت على الحياه العاطفيه، ليش الدينايل فيز؟ لانه عم قلت لك كار، لانه كل وحده لها خصوصياتها. نعم. تنقول كوبل مش مجوزين، صار مشكلة معينة، بتعتبر هي انه ما صار شيء، خوفة يمكن انه ما بدي يتركني او أوكي. يصير مشكل تخرب الدنيا. كمان هون بمحل مش عارفة قيمة حالها. مش نعم. عارفة انه انا نعم. قادرة انه لو قلت الاشياء اللي بدي اياها اقولها نعم. بطريقة مضبوطة ما رح يصير شيء، بالعكس منيحة للعلاقة. اوكي. مثل ما قالت لي انه الصراحة أو شيء بتريحنا لإلنا وبتريح العلاقة، وإذا هالعلاقة ثابتة نحن فيها تكمل لو انه صرحنا بالموضوع. يا أما إذا العلاقة مش ثابتة كسرت الجر. صراحة أنا بقول أحسن. طبعا. وهون بفوت مع الشخص انه قديش خايف يكون لوحده. يعني قديه الموضوع عن جد فينا نفوت فيه كثير. نعم. كثير كبير انه انا ايه هيدا الشخص بتقول لا دخيلكم هلا انا حركش فيه وهلا يقوم يتركني، لا اقعد لوحدي وما يكون حدي حدا واكسترا اكسترا. اوكي. يعني من وراء هيدا اذا بدك التصرف البسيط انه نحن ما نرد على اشياء معينه صارت او ما نعلق عليها، قد ايه تحتها في امور متعلقه اون ديريكت بشخصيه الانسان متراكمه. يعني هذه لازم نبلش فيها، او واحد يعودنا عليها من الصغر، حتى اولادنا لازم نعودهم، لانه كثير امرار بيجي ابني مثلا بيقول لي انا ما بدي اقول له شيء، مثلا قال لي كلمه خلص مامي انا ما قلت له شيء، لا واجهه بتحسيه ما بده او خايف او ما عارف شو بده يقول. فوالا اهميه انه نشتغل. مشان هيك انا هون دقيت بموضوع كثير مهم وهيك رح اوصل له، انه انا كيف ببلش؟ نحن قلنا اوكي وصلت عند عجول عمره هالقد، عمره بشغله كل الناس مثلا بتعمل له مشاكل اكسترا، هو قاعد مش قادر يحكي او يتصرف او يجاوب. بليك بردك على الانفانس مثل العاده، كيف بردك على الانفانس؟ لانه ايه انا كيف بقوي له شخصيته لابني مثلا، انه ما تخاف معلي لو زعل منك اليوم رح يرجع بكره يجي يحكي معك، بعدين ما تخاف اذا هيدا الشخص ما عاد حكيك، للولد اهم شيء عندهم بعمر صغير احسن انه يلا بطل لا بطلوا يحكوني اصحابي او يلعبوا معي، بقول له معلي مام اذا ما لعب معك فلان رح يلعب معك بكره غير حدا، رح يضل عندك اصحاب، لانه انت قيمتك عندك الكاليتي تبعيتك ان انت حدا سوسيابل ومهضوم وبتلعب واكتف واكسترا، بنضوي له على عن جد صفاته الحلوين يلي بتخلي العالم يحبوه من دون ما نعمل اكزاجيراسيون او نخترع اشياء. اوكي. هون وقت الاهل بيروحوا شوي سو مزبوط، هون ما نرجع للاساس تنوصل لوقت انه نحن نقدر نعبر عن حاله معينه من دون ما نخاف، انه اول شيء بخافوا من الرياكسيون تبعيتهم هن، انه ما اقدر هدي حالي او تطلع مني بلقمني او تطلع مني بطريقه كاسانت جارحه، مشان هيك بقول ما بدي. اوكي. شو او انه شو بدي بهالشغله، خليني انا قاعد بلا هالحركه شفوالا ايه واكسترا بس وين المشكله بتصير؟ تتراكم المشاكل. صح. بيصير دائما 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 هو يسكت بيسكت، واوقات مشاكل لازم هو يحلها. هون رح اوصل معكم لمحل انه اذا الشخص هو تنقول مدير بشركه وهو لازم يحل المشاكل وغرقان الشركة، تنقول اثنين موظفين عنده مشاكل ومين بده يحلها؟ المدير، والمدير كأنه ما في شيء ولا بحبوا بعضهم قد الدنيا يعني المشكلة بتكون صغيرة بتنحل بتكبر المشكلة 100%. يعني هون صرنا عم نحكي ما بقى بيلعب دوره طبعا، يعني كمدير ومسؤول، كمدير هو كمدير دوره يحل المشاكل بمحل معين تضلها المؤسسة تمشي بطريقة منيحة. نعم. هو عم بغض النظر مش قاشع في مشكلة. اول شيء بصير الموظف بيشوف المدير عم يغض النظر بصير يزيد وزياده يعني هون بطلنا ما في مين عم يحل مشكله. صح. نحن هون بطلنا انه صفا خلص هو هيك بيسفول، نحن بنقول له انه يي مسالم ما بحب يعمل مشاكل. نو. هون عم بتفوتوا بمشاكل ثانيه. دكتور في كثير من الاشخاص بفوتوا بهيدي النكران اذا كانوا مثلا مرتاحين ماديا بيرجعوا بعدين حرم يلي لا سمح الله بيقشطوا وبيضلوا عم بيعيشوا نفس العيشه. صح. هيدي من الاشياء اللي قلنا عنها كار، لانه نحن كيف اذا في المرض او في الشغل اكسترا في هيدا الموضوع مثلا، لانه هو معود على ريتم معين وما بيعرف يحل مشاكله. اوكي. هيدي كمان نوع سو تيتر انه ما بيعرف، ما حدا عطاه التولز انه كيف اتصرف انا بالصعاب، هي اهم وحده. نعم. انا بس تواجهني مشاكل، مشان هيك وقت اقول للاهل بليز ما تعيشوا الاولاد بالكوكون لفي ان روز وفجاه
تطلع له بيظهروا على الحياة مش هالقد حلوة، يعني فيها مشاكل، بينصدموا بينصدموا. بالعكس هلا مش حامل لهم هم كمان، لا يعني أكيد بس نوعيهم، نوعيهم بأي طريقة، إنه وقت أنا أقول له لا على شغلة معينة أو مش كل الأمور بيقدر يحصل عليها لو قادرة أعطيها. أوكي من هيدي الأشياء أكيد بيكون هذا شخص معوض على هذا الريتم وبيقبل على حاله. أكيد في شخصيات بدنا نشتغل على الشخصية، يعني في ناس بيمشي حالها، في ناس لا بتحسيها هيدي الدينايل الإنكار إنه أنا لا بعدني مرتاح ومعي مصاري. كارلا هو بيكون عايش بالدين، يعني كوني أكيد عايشة يعني حالي مرضية. أوكي. يعني مش إنه عم يعمل حاله، مش مدعي، مش إنه أنا بطل معي مصاري وعم بدعي معي مصاري وعم بدين، ما عم يتقبلها، مش عارف حتى انه بطل معه مصاري. يعني عن جد بصير كتير كريتيك الخبرية انه دقيقة خلص كيف بدي اقول لك ستيت اوف مايند انه انا معي مصاري، انا اف وما عم طلع وكذا وشركات ومدري شو، بيبقى هو ما بقى في شيء منهم، مش لانه عم بكذب، لانه هو عايش هالحاله. هذا الفرق الكبير، في فرق بين اللي يكون عم يدعي اكسترا وعايش بالدين كمان، والشخص اللي ما عم يقبل على حاله كمان عايش بالدين. يعني طبعا ما حدا معود يشتري تياب بروح بيشتري، ما معود يدفع بصير يجمعوا له اياهم لتسي او سيارات او اكسترا اكسترا. مشان هيك هيدي الحاله نحن اوكي بالحياه العاد انه بلا ما نتواجه مع حدا، بس لا هي شيء على الاغيت دو في منه صح على الانسان لازم نحكي فيه. مزبوط. طب الشخص يلي بيوصل لهالحاله من الكران كيف نقدر نساعده؟ فوالا بس نوصل لمحل معين، اول شيء بدك تشتغلي عليه انه هو يقبل. مثل حيلا اذا بدك مرض نفسي، احنا مش رح نسميها هون مرض اكيد لا، هون اذا بدك كاركتير بمحل معين، شخصيه ركبت بطريقه معينه، يعني مثل انا بقول انه رايح بهالطريق هو المفروض يروح من هيدي الطريق. هون اذا هو مش ايش يعني انه لا هالطريق مش صح، ما فينا نوصل انه نساعده. كيف فينا نعمل؟ ضل محاوطينه دون فاسون انه الطريقه اللي عم تشتغل فيها مش ظابطه اكسترا، بس كل ما هو مرتاح بالكونفورت زون تبعيته وما بده يظهر ما بيظهر. حتى لو فرجيتي الامور قدام عينه، مثلا افترض عم نحكي ماديا مثلا، هو اذا ماديا منه منيح بس هو قانع حاله انه لا هو مرتاح، ما فينا نظريا نفرجي الامور لانه لين جات قلت لك انا على معهم كانسر بيبقى بالمستشفى والقبر والتريتمنت وبيقعدوا بالمستشفى شهر شهرين او قاعد كرمال تختمه وبيرجعوا بيظهروا اكسترا، وهو بيجي البي او الام بس او بس انه بيوصلوا لمرحله بس عم بيشوفوا بعينهم عم بيشوفوا وعادي. طب ولا مره بيتواجهوا مع الحقيقه وبيرجعوا بعدين بفوتوا بديبرشن بمحاوله انتحار؟ ما بيعملوا نحن بنسميها ريفولت. ايه؟ بعد الدينايل فيز هيدي بهيدي الكا. اوكي. بالكانسر اكزاكتلي او بالامراض الصعبه، طبعا نعم. بس الكانسر كل الامراض اللي نحن بنقولها كلينيك دي الاكستريم يعني مستعصيه يعني مستعصيه ومعقول لا سمح الله توصل للموت، بيعملوا هالتخوا دينايل الريفولت طبيعي بعد الدينايل. هيدي هي بدهم يعملوا هيدي الريفولت انه ليش انا ليش طورة. ابني ليش كذا ليش كذا. في ناس الدينايل بتقطع معهم نهار نهارين. في ناس بتمد كل التريتمنت. ليش؟ ميكانيزم دو ديفونس تبعونا، الانسان عنده ميكانيزم دو ديفونس، عنده طريقه تيدافع. دافع. اوكي؟ كارلا مين اغلى علينا من اولادنا؟ ما حدا. بقى جينا نحن لقينا هذا الولد تعرض لمرض صعب كثير وخطير. اوكي. مع انه كثر خير الله هلا صار كله له علاجات. الحمد لله. ميكانيزم ديفونس بيشتغل، الدفاع عنها بيشتغل، حطنا بهيدا المحل. بدك هيدا الانكونسيون كل هالتركيبة الراس اللي عندنا اياها ترجع هي تقتنع وترجع لورا، وهون ستان افاق بيرسونيل، الشخص هو يشتغل على حاله. اوكي. وهون بده يعرف امتى بده يرجع وامتى بده يكمل، ونفس الشيء بالحياة اليومية. خاصة إذا شخص هو بطبعه بخاف من المشاكل، أو إنه ما بيقدر يواجه، أو ما بيقدر يعبر عن رأيه، أو ما بيقدر يقول عن أشياء بحبها. هون كان بنرجع بالبيت كيف كان، كيف كانت علاقته، اذا كان كثير مغنج او انه كان كثير حامل اهله مسؤوليته عنه او كانوا قامعينه كثير. من اي عمر فيها نشتغل على الاولاد؟ بتعرفوني انا من صفر ما تعطي التيتين بتعرفوني انا ماشي من اول ما يبلش الولد اربع خمس اشهر يوعى على الحياه بنبلش نحن نفسر له امور حياته على قده، انه قديش لازم يعرف قد استيعابه عن جد انه عن قبل بوقته مش هيك بقول مثلا اكيد نقوله على قوته من هذا العمر، بس يبلش يوعى بتصير اهين انه وعي هيدا الانتوراج هيدا قوتي، اذا كان بعد قوده اهله رح تصير اصعب. هيدي الاشياء على عمر الاربع خمس سنين
يفسر له عن جسمه انه قديش مهم وهذا جسمه له انتيميتي. خبرتكم انه وقتها لازم يقعد الولد لحاله بالاوضه كرمال غير له ثيابه اكسترا. كل هذه مده في عن جد امور صغيره بنتصرف فيها بالحياه، كيف بناقشه؟ كيف اذا اجى قال لي شيء عن جد إيه اللوجيك وما له طعمه ابدا، ما حطمه، قل له شو عم تحكي وشو هالشيء البلا طعم اللي عم بتقلي اياه، اسمعه وقل له بس تعرف اللي عم بتقوله ما كثير حسيته مزبوط، شو رايك كذا كذا. هالقد في امور صغيره دقيقه، مشان هيك انا بقول اذا بدك تتنجح لما بيقولوا لي تبني ما مشكلنا بسيكولوج ومش كلنا رح نعرف كيف نتصرف، اوقات بلحظتها بنضيع. لا بس انا هلا بدي اتوجه لريما الام. نعم يعني ايه. وبسيكولوج بنفس الوقت صح. يعني ايه. المسؤوليه عليك والعيون عليك كمان، دائما بيشوفوا اولادك كيف عم يتصرفوا صح. يعني ما عندهم هني مشاكل. بتعرفي كارلا مره رفيقت قالت لي كنت انا وبنتي اللي عمرها 2 سنة وابني عمره 14، اسم الله، قالت لي ريما بتعرفي على بالي صورك وبحطك على التي في بدون ما تحكي تفرجيهم انه اللي عم بتقوليه بالطبيعي. وبقلكم يعني ابني 14 عقلته كمان صعبين وشخصيته قويه وعمره وهو الادوليسانس، وبنتي 2 سنة بتعرفوا يعني بنت وجاي على خطه وقادره انه بمحل معين كل اللي بقوله كارلا بيمشي، لانه في مزبوط الام بمحل معين وفي هاللوجيك. اوكي لانه اول ما خلي ابني قلت لهم بتعرفوا كل اللي تعلمته كنت بعد ما خلصت جيت سايكولوجي وهيك قلت له رح احط الكتب على جنب وشوف انا شو بدي اعمل. اوكي كأن. لانه التربيه بقول اصعب مهنه مزبوط. ما معقول مش بس الام، اهميتها اهميه البي كمان يلعب دور يحط الاولاد على الخط المزبوط صح. لانه انت قد ما كنت قاسيه معهم وعم تحاولي توجههم مزبوط في فوالا يعني في بيت مزبوط بدلعوا كثير لحتى حالهم بيعوضوا ان هن ما عم يشوفوا اولادهم. اوكي هون يعني كله بايده انا جواب باي طريقه. اول شيء تكمل فكرتي، انا نهار اللي خلق ابني قلت انا كيف بدي اشوفه على 18. اوكي انت كارلا هلا بتقولي انا كيف بدي كاريرتي بعد 10 سنين، ليه بتقول انا شو بدي بعد 10 سنين؟ حطيته هدف بصيروا تشتغلوا تتوصلوا للهدف. مشان هيك عن جد هيدي اجمل طريقه نجحت فيها، انه انا على 18 بدي مسؤول وبيحترم حاله وعارف شو بده، على هالاساس مجبوره ربيه شخصيته قويه، بس ربيه انه انا ساعده تيعرف وين الغلط لان ما بيعرف. اوكي اوكي قصه البيات انا بقول لهم نحن بسميها الباد كاب والجود كاب، الامات ما كثير بحبوها انه هن الباد كاب بيطلعوا لا ولا بس مرات البيات كمان بيكونوا قاصين. شوفي شو رح نعمل، نحن عم سيكولوجي بنقول لازم الام تكون صارمه اكسترا ولازم البي يكون الاوتوريتي، بس البي بده يكون هيدا هو السند للولاد. الولاد ما بده يحسوا حالهم بحبس طبعا، السند باي طريقه. ماما عيطت عليك لانه ما درست، باب مشينا هلا صفا انه كانت معصبه هيك، بس ما هي معها حق، طبعا لازم تدرس. ما كسر لها كلمتها، ما حسسه انه بلا معها حق امك ولازم تدرس الشباك وما بتفهم واكسترا، الصبي خلص انه بيروح فيها عن جد انه لا. والاحلى من هيك وقت الام تعيط للبي تعا شوف شو عم يدرس ما فينا نعمل هيك فوالا هلكني وجنني مشان هيك كارلا يعني بتتذكر كنت قلكم على 12 بوقت لازم نقعد حد ولادنا يدرسوا فوالا صام عمره 14 بدرس لوحده هلا. طب بس في اولاد منهم قادرين. بقول لك انا كارلا كله ببلش من الاول، من وقت ما هن بالدوزيام قديش قعدت حدهم، قديش زحتي اعطيتيهم انتاج، حملتيهم مسؤوليه، علمتيه الاوتو ايفاليو هو يصلي حاله. انا بس اجيب المسابقه له مام دخلك هيدي مش ما بتعرفها انت، بيطلع هيك بيقول ما انتبهت، بتعرفي ما قريت السؤال، بصير هو يعرف اغلاطه وعيني، بكون انت عم بتساعديه. انا بعدني هلا دخلك خلصت درسك، شو عندك اليوم؟ امتى فحوصاتك؟ الولد بيرخيها يعني أكيد طبعا، بس بدك تعودي هو يحمل مسؤوليه حاله، هذا مستقبله هو. مشان هيك امور صغيره بس اذا ايش على قدام ما بقى بتوقع بهالانفعاليه. اوكي انه انا بطلع من التيابه الستريس والصريخ والعيد بتدريس 100%. وبدك تعرفي انه انا يعني في اولويات بالحياه، بدك تشتغلي على الاولويات عند الاولاد وترجعي تنزل على الاشياء الباقيين. اكيد كل اهل مثل ما قلنا بالماتيه، كل اهل بحب اولادهم حكمه ومهندسين اكسترا، بس كل الاهل لازم يشوفوا ابنهم بشو بارع وهو يقووا له قدراته بالاشياء البارع فيها. واو هيك الله يخلي لك اياهم. ثانك يو، يعطيك الف عافيه. بعتقد انا هيك بزورك انا والاولاد شي نهار. هو الكل بده الجار عند ريما. اهلا وسهلا اني تايم. ثانك يو لك ريما، يعطيك الف عافيه ومش كثير على المعلومات القيمه كمان اللي قدمتي لنا اياهم، شكرا لك. مشاهدينا على كل صبيه حلوه عبالها تقدم على انتخابات ملكه جمال لبنان لعام 2017، كل التفاصيل بهالريبورت. نحن ما منمدد
والانتخابات ما بتصير إلا بوقتها وباب الترشيح انفتح. إذا عمرك بين 18 وال 24 فيك تترشحي على مس لبنان 2017 لقينا السبت 20 أيار بأوتيل ذا كي بيروت بين الساعة 10 والستة. ومين بيعرف يمكن السنة تكون إليك الشرعية. بريك إعلاني ورجعين.